في هذه اللحظات الحفل الكريمة تمت انطلاقة الشوط الثالث في المجموع هذا الشوط الثاني لفئات البكار من مسافة 1500 متر في سباق الأصايل الأسبوعي لفئة المفاريد في أول المراكز. هذه مزون للسيد عبد الهادي بن عجلان المري مع مزون في أول المراكز. ثاني المراكز الشاينية لسيد محمد بن جابر السناري مع الشاينية في ثاني المراكز. ثالث المراكز سوغ لسيد جابر بن علي بن جرحب المري. الرابع المراكز هذه متعبة لسيد حسن بن راشد الجفالي النعيمي. وفي خامس المراكز حضور لسيد الدلبج بن سالم المهيرة في هذه اللحظات في خامس المراكز إلى ثالث المراكز مباشرة. مزون حتى هذه اللحظات لسيد عبد الهادي بن عجلان المري في أول المراكز، ولكن بن جرحب من العمق. هذه الشاينية لسيد محمد بن جابر بن جرحب محمد بن جابر أو جابر بن علي الجرحب في أول المراكز. ثاني المراكز حضور لسيد دلبج بن سالم المهيرة في هذه اللحظات في ثاني المراكز. ثالث المراكز بنزول لسيد عبد الهادي بن عجلان المري في ثالث المراكز إلى ثاني المراكز. رابع المراكز الشاهينية لسيد فرج بن ناصر المري. خامس المراكز هذه وهل السيد سالم بن محمد بن دخيل الله، ولكن من جرحب حتى هذه اللحظات سوغة لسيد جابر بن علي بن جرحب مع سوغة في أول المراكز. من الجانب الأيمن مزون اتسللت مزون لسيد عبد الهادي بن عجلان المري مع مزون في أول المراكز. ثاني المراكز وصل بن عوض فرج بن ناصر المري مع الشاهينية في هذه اللحظات في ثاني المراكز يحاول التسلل، ولكن مزون حتى هذه اللحظات. هذه مزون لسيد عبد الهادي بن عجلان المري، ولكن بن عوض مع الشاهينية يحاول مزون أو هذه الشاهينية في أول المراكز. السيد فرج بن ناصر بن عوض المري مع الشاهينية في أول المراكز، ولكن مزون نقول تهانينا والناموس على فوز مزون بالمركز الأول السيد عبد الهادي بن عجلان المري. ثاني المراكز سوق للسيد جابر بن علي بن جرحب المري. ثالث المراكز الشاهينية للسيد فرج بن ناصر المري. تهانينا والناموس للاخوه الفائزين. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 18 ثانيه 19 جزء من السنه. تهانينا والناموس للاخوه الفائزين.